عندي قصة. هذه القصة حصلت قبل 40 سنة، فيها فائدة وعبرة. هذه على واحد من جماعتنا أهل الأفلاج، كل يرويها لي بنفسه. ونعم ونعم، رحمه الله، توفي العام الماضي، اسمه فهد بن جماح آل قانان آل عمار الدوسري، من أهل الأفلاج ومن السيح الجنوبي رحمه الله. يقول: كنت سائق قريدل في المواصلات، هذه القريدل اللي تمسح الطرق. يقول: أنا في الخرج، عادتنا أن إذا صلينا الفجر قبل نشتغل لين الساعة 7، ثم نجي نفطر ثم نعود نكمل شغلنا في البراد. قلت: توني مولع النور بعد صلاة الفجر، مزرعة قدامنا إلى فيها طير ماسك في الشبك، ما أقدر يطير الطير. يقول: فنزلت ومسكت الطير، لا والله صقر، لكن ما أعرف في الطيور شيء، ما أعرف هل هو غالي هل هو رخيص، صار صقر. يقول: أخذته عندي في الخامة، ويوم أفطرت مع ربعي قلت: أنا استأذنكم بروح أدخل به لسوق الطيور في الرياض، قريب كلها ساعة أو أقل، لعل الله يرزقني في الطير. يقول: جيت إلى سوق الطيور على 8:30، وحرج على الطير يبدون به بـ2000 إلى 5000، ويوصلونه إلى 35,000. ما شاء الله. يقول: ببيع له بـ1000 ولا بـ2000. يقول: وصله إلى 35,000. قال لي شايب خير برزبي، قال: يا ولدي هذا الطير لا تبيعه، هذا طير الأمير سلطان، وأنا عارفه، شاريه بـ500,000، وده لم يسرطان وله بمخيبك. قلت: جزاك الله خير. حاولوا فين بـ35، قلت: مرة ما عندي بايع الطير. أخذت الطير. يقول: ورحت كلمت واحد من جماعتنا خوي عند الأمير سلطان في القصر، وقلت: سو خير، أنا لقيت طير الأمير سلطان. قال: خلك عندنا صلاة المغرب وبندخلك إن شاء الله على الأمير وله مخيبك. قلت: جزاك الله خير. يقول: مالي أحد في الرياض. يقول: جيت مطعم ذاك البخاري وأتغدى فيه، وامر على محل ملابس رجاليه مستلزمه، واشتري لي ثوب الدفه وغتره وصروال وفنيله، واخذ لي صابونه، واجي في احد دورات المياه ذا المساجد واتروش والبس ثوبي واتجهز. يقول: غترتي مكنفشه من ذيك الحين، ما يتسوى الغتر. ايه تذكر بسام ذيك ما شرى جديده؟ الا جديده هي، بس ما يجي ذيك الحين، ذيك الحين يابسات. يقول: المهم والبسها، ولا أذان المغرب إلا عند القصر، لا الاسم جده عندهم يدخلوني. ويقول: يوم صلانا المغرب ويجي الأمير سلطان رجل مبتسم، يقول وسلم عليه وقلت: يا طويل العمر هذا الطير لاقيه. قال: هذا وينك لاقي فيه؟ قلت: لقيته في الخرج. قال: لا تروح لين تعشى معنا. قلت: جزاك الله خير. يقول: تعشوا ونسى الأمير سلطان وسرى، نسى. يقول: قلت الله، قلت ليتني والله بايع بـ35,000. يقول: قلت ميد ابن عمي سو خير، اذكروني عند الأمير سلطان، لا جا باتر لا جا كذا، اذكروا الطير عنده، انا الحين نساني. اي والله، مثل ما قال يوسف: اذكرني عند ربك. فالمهم يقول رحت انا للخرج، اعطيتهم رقم واحد من الجماعه، ما وعيت بعد 3 أيام الا يجي اتصال خليه يجي القصر، الأمير سلطان يقول خليه يجي. يقول: وارجع إليهم يوم جيت له ذا مكتوب لي شيك بـ85,000. ما شاء الله. يقول: من الأمير سلطان. يقول: فأبني بها بيت اللي في الأفلاج، بيت شعبي. يقول: بنيتها في قرية السيح، كل هذا بسبب هذا الطير وتوفيق من العزيز الحكيم. أي والله، أني صدت هذا الطير وصار عند رجل كريم أهو الأمير سلطان رحمه الله تعالى، ورحم الله رفيجنا ذا فهد ابن عماج الله يرحمه ابن جماح. ما شاء الله ما شاء الله، الكرم طال عمرك. الى منه ذكر، سبحان الله، يذكر سلطان، صحيح، يجعله جنة النعيم.